خارج نطاق التغطية، فقرة إخبارية نسلط فيها الأضواء على قضايا محلية ونعيدها إلى واجهة الاهتمام إعلاميا. اليوم نتوجه إلى القاهرة حيث وردنا هذا الخبر اللافت. هكذا بين عشية وضحاها تقرر إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر. نربط الاتصال مع مراسل مونتي كارلو الدولية الدائم في القاهرة مستجاب عبد الله. مستجاب؟ نعم رمضان، أهلا بك مستجاب. ما هو الخبر تحديدا؟ كيف تم إغلاق هذه القناة وكيف تم اتخاذ القرار؟ هل كانت هناك يعني مؤشرات مسبقة أم أن هذا القرار مفاجئ؟ نعم، يعني هو لم تكن هناك مؤشرات مسبقة، فقط كانت هناك أحاديث في كواليس المصالحة التي كانت تتم برعاية سعودية بين مصر وقطر بعد أن توترت العلاقات بينهما بعد عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو تموز من العام الماضي في الأونة الأخيرة، وبعد اتفاق الرياض بالتحديد دعا خادم الحرمين الشريفين إلى مصالحة بين البلدين، وكانت تجري في الكواليس بشكل غير معلن الاتفاقات بينهما. لكن في الحقيقة جاء إغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر يوم الاثنين على نحو مفاجئ، فاجأ الجميع وفاجأت القناة الجميع بإيقاف بثها مؤقتا، وهذه اعتبرها البعض خطوة حقيقية وخطوة إيجابية في إطار جهود المصالحة المصرية القطرية. شبكة الجزيرة علقت على هذا القرار بأنه يأتي مؤقت وأنه يأتي لحين توفر الظروف المناسبة لعودة البث من القاهرة. كما نعلم أنه بعد الثالث من يوليو عقب عزل محمد مرسي أوقفت السلطات المصرية أو أغلقت السلطات المصرية مكتب الجزيرة مباشر مصر، وبالتالي لم يكن هناك تصريح لمن يعملون في مصر، واكتفت الجزيرة مباشر مصر بالعمل من الدوحة، وكانت تأتيها التقارير عبر سكايب أو عبر يعني شبكة الاتصالات من قبل مراسلين يعملون بأسماء غير أسمائهم، ومن يتم التعرف عليه كان يلقى القبض عليه من قبل قوات الأمن. هل معنى هذا أنها خطوة تأتي لتهدئة الأجواء؟ هناك العديد من المستمعين الذين علقوا عبر صفحة معكم حول الحدث على فيسبوك، مثلا المستمع محمد الألفي وهو مصري خبير في الاقتصاد السياسي يقول جاري تسليم بعض المطلوبين الموجودين في الدوحة إلى القاهرة، ومدير المخابرات القطرية وصل القاهرة أمسي. هل نستطيع أن نقول بأنها خطوة تهدئية وبأن القاهرة ستبادر أيضا على الأرجح بخطوات مماثلة، منها الإفراج عن الصحفيين صحفي الجزيرة المحتجزين في مصر؟ نعم، يعني هي خطوة تهدئة بامتياز، هي ليست تصعيدية في الحقيقة، هي خطوة تهدئة من قبل الطرفين. كل طرف اتفق مع الآخر سرا على عدد من البنود. البند الذي خرج الآن أمامنا هو إيقاف الجزيرة مباشر مصر، خطوة الإفراج عن الصحفيين. يتوقع البعض هناك في شهر يناير جلسة للصحفي الجزيرة الإنجليزية المحتجزين هنا والمحكوم عليهم بسنوات تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، البعض يتوقع أن يتم الإفراج عنهم في إطار هذه المصالحة. لكن في الحقيقة هو يعني فكرة المصالحة كان يقف أمامها عقبتان رئيسيتان، وهي العقبة الأولى وهي فكرة تسليم قطر لقيادات جماعة الإخوان المسلمين الموجودين لديها، وهي التي ساندت جماعة الإخوان المسلمين عقب الإطاحة بمحمد مرسي في يوليو تموز الماضي. هذه الخطوة ربما هي تقف أمام المصالحة، ربما تحلها قطر بأن تذهب بهم بعيدا إلى دول أخرى مثل تركيا. كانت العقبة الرئيسية التي تقف والأشد في الحقيقة هي عقبة الإعلان. بعد عزل محمد مرسي كان هناك تراشق ما بين الإعلام المصري الموالي للسلطة في الداخل ضد قطر، وأيضا كان يعتبر مؤيد السلطة تعتبر السلطة في مصر أن قناة الجزيرة وشبكة الجزيرة من القنوات المحرضة ضد النظام في مصر. هذا التراشق استمر وكان من الصعب في الحقيقة أن يتم التوافق، لكن ربما حدث هذا التوافق واكتفت شبكة الجزيرة بأن تغلق قناة الجزيرة مباشر مصر، وأعلنت في الوقت ذاته أنها سوف تكتفي بالجزيرة مباشر العامة. كانت هناك
الجزيره مباشر فقط، ربما تتحول او هي ستتحول الى الجزيره مباشر العامه. شكرا. لن تركز على مصر بالشكل الذي كانت تركز عليه الجزيره مباشر مصر، بل انها ستكون مصر واحده من ضمن تغطيتها في دول الوطن العربي. شكرا لك مستجاب عبد الله مراسل مونتي كارلو الدوليه في القاهره. نربط الاتصال مع سيد عبد الوهاب بدرخان الكاتب والمحلل السياسي المعروف. اهلا بك وسهلا الأستاذ عبد الوهاب بدرخان من القاهرة، من لندن نربط الاتصال بك. فإذا سيد عبد الوهاب بدرخان، عندما التقيتك مؤخرا في الدوحة قلت لي بأن من مخرجات القمة الخليجية الأخيرة هي هذه التهدئة المصرية القطرية. هل تعتقد بأن إغلاق الجزيرة مباشر مصر هي أحد مؤشرات عن هذه التهدئة؟ بالطبع، لأن هذه القناة كانت إحدى المشاكل التي كانت تعترض تهدئة أو تطبيع للعلاقات بين البلدين، كما أنها كانت يعني بالنسبة إلى المصريين تظهر وكأنها مصطنعة، بمعنى أنها قناة جزيرة مصر مباشر ولكنها تبث من الدوحة. وأعتقد بأن الجزيرة شاءت أن تطلق مثل هذه القناة فقط لتحافظ على حقها في أن تكون موجودة في مصر، وهو ما صرح به العديد من المسؤولين سواء في القناة أو في قطر، بأن القناة تود العودة إلى مصر في أجواء مختلفة، في أجواء تطبيع سياسي بين البلدين. هي خطوة أولى، ولكن المصالحة كما تسمى بين البلدين فيها بنود أخرى كثيرة. أشار مراسلكم إلى مسألة تسليم موجود أشخاص من الإخوان المسلمين موجودين في قطر، ولكن نعتقد بأن الدوحة يصعب عليها أن تسلم أحدا، وبالتالي فيستطلب منهم مغادرتها على الأرجح بدل أن تبادر إلى تسليمهم، لأنه ليست لديها قناعة بأنهم متورطون في أعمال. يعني واحتواء الدوحة للإخوان المسلمون ليس وليد اليوم. لكن السيد عبد الوهاب بدرخان، تابعت عن كثب زيارة موفد أمير قطر إلى القاهرة، برأيك ما هي أهم النقاط التي يمكن أن يعني يلتقي فيها البلدان اليوم بعد القمة الخليجية وقمة الرياض؟ يعني هناك أولا إرادة خليجية بأن تكون العلاقة جيدة واستراتيجية مع مصر، ومن حيث المبدأ لم تكن قطر ضد الموضوع، إنما علاقتها مع الإخوان المسلمين ومع النظام محمد مرسي، العلاقة القديمة مع الإخوان المسلمين كلها حتمت أن الأحداث تسارعت، ولم تستطع دوحة مع أميرها الجديد أن تتأقلم مع ثورة 30 من يونيو التي حصلت بعد تسلم الأمير الجديد بخمسة أيام. وكان يعني هناك نوع من ظروف غير مؤاتية للحكم الجديد في قطر كي يتكيف مع الوضع الجديد في مصر. وبنفس الوقت هوجمت الجزيرة لأنها كانت موالية تماما وقريبة جدا من الحكم مرسي، وبالتالي هذه الظروف أيضا كثفت التباعد بين البلدين، يعني ثم اعتقال الصحفيين واستمرار اعتقالهم ومحاكمتهم. وكنت دائما أقول بأنه موضوع الصحفيين المعتقلين هو أساسي أيضا بالنسبة إلى قناة الجزيرة. الآن هي أقدمت على خطوة بإغلاق مباشر مصر، ولكن لا أعتقد بأن الخط السياسي سيتغير كليا بانتظار
على الأقل أن يفرج عن الصحفيين المحبوسين. مستجاب عبد الله يقول بأن المحاكمة ستكون في الشهر المقبل وغدا لنظيره قريب. شكرا لك السيد عبد الوهاب بدرخان الكاتب والمحلل السياسي المعروف. ونربط الاتصال مع الدكتور صالح غريب الإعلامي والصحفي القطري. أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم. هذا القرار الذي يأتي اليوم هكذا مفاجئا وبعد هذه الأجواء التي قيل بأنها أجواء تهدئية بين الدوحة ومصر، هناك من يعلق من مستمعينا. سيد نعمان محمد من البحرين يقول: الاستقلال التحريري أو الحياد وهم وسراب، وهو ليس أكثر من شعار ترفعه المؤسسات الإعلامية. هل هذه حال الجزيرة التي يعني أحدثت ثورة في الإعلام العربي وفي المشهد الإعلامي العربي، هل تتبع لإرادة سياسية في نهاية المطاف؟ نعم، أولا اسمحيني أن أعترض على كل ما جاء سواء كان في الأستاذ بدر خان أو في ما جاء في مراسلكم حول إغلاق الجزيرة. إغلاق الجزيرة كان متوقعا أن يتم قبل أن يعني يكون هناك مصالحة بين البلدين، لأنه حقيقة كما ذكر أنه الجزيرة تعمل، الجزيرة مباشر بعد إغلاق مكاتبها في القاهرة بدأت تعمل من الدوحة، يعني من مكاتب قناة الجزيرة من الدوحة، وبالتالي لم يكن هناك على الرغم من المصداقية وعلى الرغم من الجانب المهني اللي تشتغل فيه، لكن في ظل مثل هذه الأجواء لا يمكن أن تعمل قناة مهنية مثل قناة الجزيرة. وبالتالي القرار كان متوقعا، أنا كواحد قريب من المشهد في قناة الجزيرة كان متوقعا، لأنه لم يكن هناك جدوى من أن يكون هناك تواصل مع الشعب المصري عبر الدوحة، وبالتالي كانت هناك صعوبة حتى في وجود ضيوف أو في من يتحدث أو بشكل مفهوم. القرار متوقع لكن السياق هنا مركز مربط الفرس ليس مربوطا. لا، هو ليس مربوطا بما تم الاتفاق عليه في مبعوث خادم الحرمين وأمير قطر والذين ذهبوا إلى القاهرة من أجل الاتفاق على المصالحة وعقد. فإذا هذا إجراء روتيني. هذا إجراء روتيني. نعم. طيب. ليس له علاقة بما يعني يدور الآن، ويعني من يعرف سياسة قطر، سياسة قطر لا ترضخ للمطالبات أو الضغط الإعلامي. حقيقة أيضا ما حدث في مصر، الإعلام القطري إذا استثنينا الجزيرة لم يتناول مصر بأي كلمة طوال فترة الأزمة، لكن ما تضررنا منه إحنا كقطريين وكحكومة قطرية من الإعلام المصري حقيقة كان الكثير، كان هناك شتم، كان هناك تجاوز على القيم والأخلاق الإعلامية، وبالتالي كان هذا الضغط حقيقة مستهجن من الجميع وليس فقط من القطريين في حد ذاتهم يعني. لكن يعني إغلاق المطالبة بإغلاق الجزيرة، أنا استغرب حقيقة من القيادة المصرية أنها كانت تضع شرط للمصالحة أنه إغلاق قناة الجزيرة بشكل كامل، ها، وليس فقط الجزيرة مباشر يعني. لم ينجح على كل لم ينجح الأمريكيون في هذا الطلب، فما بالك يعني لو على الموضوع فإذا بعيدا عن الجزيرة، حتى وإن كان السياق يعني مثير للاهتمام، بعيدا عن موضوع إغلاق الجزيرة، هل تعتقد بأن الأجواء الآن هي أجواء تهدئة بين مصر وبين الدوحة؟ وبعد يعني بعد اجتماع قمة الدوحة الأخيرة ومطالبة خادم الحرمين أيضا والبيان الذي صدر، هو حقيقة نحن نقدره ونثمنه حقيقة في قطر، على اعتبار أنه نحن محتاجين أيضا إلى هذه المصالحة، وبالتالي يعني الأمر طيب أن يكون هناك مصالحة بين العرب والعرب. لكن نحن أيضا إذا كان سنجير الموضوع إغلاق الجزيرة الآن بأنه هذه ضمن الخطة التي وضعت، فأتمنى من الأشقاء في مصر والإعلام المصري بشكل عام خصوصا الإعلام المرئي أن يتخذ نفس الخطوة وأن يعني أن يسكت هذه الأصوات التي تشتم الآخرين، يكف الأذى عن دولة قطر وعن القيادة في قطر، لأنه حقيقة ما سمعنا على القنوات المصرية أمر حقيقة تخجل له كل المفردات العربية التي ممكن أن تستخدم في وبالذات على الإعلام يعني، ولازلنا نتداولها بشكل عام عبر شبكات التواصل الاجتماعي. لذلك هي خطوة من قطر
فلتبدأ أيضا خطوة من القاهرة في اتجاه إتمام المصالحة القطرية السعودية المصرية في هذا الإطار، وبالتالي سوف سنتابع هناك يعني سنتابع نعم. كل هذا سنتابع كل هذا سنتابع جلسة أكيد. محاكمة الصحفيين صحفي الجزيرة الشهر المقبل، ونخصص له حيزا في هذا البرنامج. نشكرك الدكتور صالح غريب الإعلامي والصحفي القطري، كنت معنا مباشرة من الدوحة. بين السطور، بين السطور مادة إخبارية نقدمها لحضراتكم أو ننتقيها لحضراتكم من قلب قاعة التحرير. اليوم نتوقف عند تحليل أو خبر تحليلي من بقلم نائب رئيس التحرير أندري مهاوج حول الرئيس محمود عباس وخياره أمله الأخير. في 15 من الشهر المقبل يحتفل محمود عباس أبو مازن بالذكرى العاشرة لانتخابه رئيسا للسلطة الفلسطينية خلفا للرئيس الراحل ياسر عرفات، والذي توفى في ظروف مثيرة للجدل والشك في 11 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 2004 في مستشفى باريسي. عشرة أعوام تقريبا تربع خلالها أبو مازن على رأس السلطة الفلسطينية، على الرغم من انتهاء ولايته دستوريا في 9 من كانون الثاني يناير من العام 2009 وتعذر إجراء انتخابات جديدة لأسباب عدة ومتعددة. عشرة أعوام لم تكن كافية ليتحول الرجل إلى رمز فلسطيني جامع، إلى قائد موحد يمثل كافة الفلسطينيين على غرار أبو عمار صاحب الكاريزما والرمز. عشرة أعوام لم تكن كافية ليطبع الرجل بصمته في هذا المنصب، أكان على الصعيد الداخلي أو الخارجي. خارجيا يمكن القول إن ملف القضية الفلسطينية يراوح مكانه منذ مدة، ولم يتم إحراز أي تقدم إلا من خلال بعض الاعترافات الرمزية في المحافل الدولية، هذا من جهة. أضف إلى ذلك الحروب المتتالية على قطاع غزة التي لم يستطع أن يفعل أي شيء تجاهها، ناهيك عن تراجع حرارة العلاقة مع العديد من الدول التي كانت تاريخيا من أهم الداعمين للقضية الفلسطينية. داخليا السؤال المطروح هو إلى أي مدى يستطيع عباس أن يجمع الشارع حوله في ظل تعثر عملية السلام وانسداد أفق الحل وتنامي شعور خيبة الأمل عند الفلسطينيين من سياسة التفاوض، فيما يستقطب خطاب حركة حماس الشعبوي الجماهير. داخليا أيضا يكثر الحديث عن إخفاقات كبيرة، فبالإضافة إلى الفساد الذي يحوم حول أولاد محمود عباس في رام الله وبخاصة ابنه البكر ياسر، فقدت فتح مركزها الريادي كأكبر قوة وأكثرها شعبية بين الفصائل الفلسطينية، وذلك بعدما حققت حماس فوزا حاسما في انتخابات العام 2006 والتي تلاها انسلاخ قطاع غزة عن الضفة الغربية وحصول الانقسام الفلسطيني. أضف إلى ذلك الخلاف الداخلي الفتحاوي وبالأخص خلاف محمود عباس مع محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي أدى إلى تضعضع الحركة. بالتالي وانطلاقا مما ذكرنا، فإن عباس نشط على خط الشؤون الخارجية وقام بزيارات عدة، ومنها زيارته الحالية إلى الجزائر، وذلك للحصول على دعم للاعتراف بدولة فلسطينية. فكما يبدو يبقى تحقيق شيء ما في هذا الملف ولو بشكل رمزي الأمل الوحيد أمام عباس الحصول على جرعة أكسجين للاستمرار في الحياة السياسية، وذلك بعد انسداد كافة الأفق أمامه، وإلا